أجندة خاصة لدول على حساب دول أخرى، تهديد سيادة الدولة. بطارية 12 فولت وتم استخدام على الأغلب أداة التوقيت، هذه المجموعة اللي نفذت ما أعتقد تتراوح أكثر من 3 أشخاص. تم التسليح الصواريخ في يوم التنفيذ. أريد أتحدث عن أنه الرسائل الهجوم، رسائل الهجوم إلى بها رسائل خارجية ورسائل داخلية. أولها تهديد سيادة الدولة وتهديد السلم المجتمعي، وأيضا إلها تبعات اقتصادية بخصوص المستثمرين اللي ديجون بالعراق، وهذا يعطي فد أجندة خاصة لدول على حساب دول أخرى، وهذا كل اللي ديصير تضرر آخر شيء يرجع يتضرر به المواطن العراقي. اليوم كرأي كخبير فني خصوص أنا خاصة بما يخص التحقيق بعد الحدث، يعني الهجوم اليوم اللي حدث فجر هذا اليوم يشبه من خلال العدد والأدوات والأسلوب المنفذ اللي نفذته جماعة يطلق عليها سرايا أولياء الدم في إشباط 2021 باستهداف مطار أربيل، من ناحية العجلة والتنفيذ ومن ناحية كافة الأمور الفنية يشابه لدرجة كبيرة لما استخدم في إشباط 2021 بالهجوم على مطار أربيل. الهجوم يمكن ألخص لك إياه، تنفذ على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط وهي الاستطلاع حول منطقة الهدف، لأن مدى كوتيوشا 8 كيلومتر، فيجب المجموعة اللي تنفذ أن تستطلع المنطقة بحيث مدى الكاتيوشا يوصل لمنطقة الهدف اللي يريدون يستهدفوها. فهذا الاستطلاع بالمرحلة الأولى اللي حيكون. المرحلة الثانية اللي هو أنا دا أقول اللي أنت من ضمن سؤالك، هي مرحلة نقل العدد والأدوات الفنية كصواريخ، كمعدات فنية أخرى لربط لتسليح الصواريخ. هذه تنقل ليس في وقت الحادث، والدليل على هذا إذا شفتوا بالمبرزات الجرمية وجود بعض البطاريات اللي تستخدم للدراجات النارية اللي هي 12 فولت اللي هي تستخدم بربط الدائرة الكهربائية وتسليح الصواريخ، قد وجدت حتى الأغلفة موجودة عليها، وهذا يدل أنه تم التسليح الصواريخ في يوم التنفيذ، يعني المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التنفيذ اللي هي المجموعة. أعتقد هذه المجموعة اللي نفذت ما أعتقد تتراوح أكثر من 3 أشخاص، ما تحتاج لها أكثر من 3 أشخاص، لأنه حكيت بالمرحلتين مستطلعين المكان الحادث ومختاري قبل أيام، وأيضا ناقلين الصواريخ قبل الحادث، لأن ما يمكن أنه ينقل كية ويحط بها صواريخ ويسلحها، هذه من سابع المستحيلات. وأيضا الدليل اللي ذكرته في المبرزات الجرمية وجود أغلفة البطاريات، هذا دليل أنه تم تسليح الصواريخ في وقت التنفيذ، تم تسليحها وربطها بدوائر كهربائية وبطاريات 12 فولت، وتم استخدام على الأغلب أداة التوقيت اللي نفسها أيضا استخدمت في الحادث اللي أشرت إليه سلفا. اليوم هذا التهديد إلى نفس ما ذكرت رسائل كثيرة، لكن المتضرر أكثر شيء المواطن العراقي، لأن هذا صاروخ الكاتيوشا صاروخ أعمى، يعني لا يستهدف الهدف نقطوي، بل هو شل منطقة، عسكريا يعتبر شل منطقة، يعني ما ممكن أنه أنت تختال شخصية محددة أو تضرب شخص محدد بصاروخ كاتيوشا، من السابع المستحيلات، لأن لا يحتوي الرأس التفجيري، لا يحتوي على توجيه لأثناء للهدف، بل هو ينزل شلون بنقول ينزل أعمى، وهذا اللي يتضرر من عنده فقط المواطن العراقي. فعلى الجهات المختصة أنه تكثف جهودها الاستخباري. في مطار بغداد يجب تأمين مطار بغداد على أكثر من 8 كيلوات متر، يعني بحدود 10 كيلوات متر.